بناء وتصميم، فبرمجة وتنفيذ، يقودها تنافس بروح العمل الجماعي. بتلك الأجواء اختتمت مسابقة الفيرست ليج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مستوى تعليم الرياض. 350 طالب اليوم شاركوا من المرحلة الابتدائية والمتوسطة، أكثر من 73 مدرسة على مستوى منطقة الرياض أيضا مشاركة. الجميل الحقيقة في هذه المسابقة أنه وجدنا من أبنائنا الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث متوسط يتنافسون في هذه المسابقة. اللي ترشحوا ونافسوا لم يكن حقيقة يعني جهد لحظة أو يوم أو يومين أو شهر، كثير من المدارس كان استعدادها لهذه المسابقة من بداية الفصل الدراسي. الدخول إلى المدار، علم الفضاء وأسراره، هو المحور الأساسي الذي يتنافس فيه الطلاب لهذا العام. فتأتي المشاريع والحلول الإبداعية لخوض غمار تلك المنافسة. نستفيد من المسابقة يعني أشياء كثيرة. أول شيء نكتشف خبرات، والله ما شاء الله منافسات حلوة يعني قوية شوي صعبة. وهذه أول مباراة اللي شاركتها الحمد لله، ماخذين الأول الحمد لله، وبعد شوية تكريم جبنا المركز الأول بعد تعب. طاولة التحدي للفيرست ليج أبرز ما يميز تلك المسابقة، فالبرمجة والتصميم وروح العمل الجماعي كانت حاضرة من جميع الفرق المنافسة. كيف نسوي في الفضاء ومنين نجيب الموية والهواء، وتلاقي في الآليين هم اللي ياخذوا هذول الأشياء يعني في المستقبل بإذن الله. جو جميل، جو جميل يعني حدث رائع. مسابقة جميلة، تنظيم كويس، من أفضل مسابقات شاركت فيها. الجميع هنا رابح في مسابقة الفيرست ليج من خلال ما يكتسبونه من تبادل خبرات واكتساب الكثير من المهارات، والتي من شأنها أن تصنع جيلاً قادراً على مواجهة التحدي ومساهماً في صناعة الفارق. ندوب القمر وندوب بعزيمة رواد الفضاء، بالأرض الخير وعطاء ومنازل علم ونماء. قناة عين، بدر الدوسري.